قال شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. قال وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه، يعني أبا طالب. وإخواننا الكلمة دي من الاستنباطات المهمة جدا للمصنف. قال بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. أبو طالب ده ما كان مسلم، كان على دين قومه، عشان كده قدر يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أسلم أبو طالب لما استطاع الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أصلاً يا أخواننا المشركين ديل كل ما يكونوا دارين يتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالأذى براعوا لحاجة، إنه لو آذوا أبو طالب بيسلم، وهم ما دارين أبو طالب يسلم. عرفتوا؟ يعني لو قاموا عليه طوال أبو طالب بيسلم، بيقف معه. عشان كده بيقى النبي صلى الله عليه وسلم محمي بخوفهم من إسلام منه؟ من إسلام أبي طالب. بيقوا خايفين من النقطة دي. ده زي ما عمل أبو جهل، نفس النظام ده. أبو جهل لما جاء داخل عليه حمزة وضربه في وشه، وبعد ما ضربه قاعد في مجلس قومه قال له أتؤذيني وأنا سيد البطحاء؟ مش هو نبذه في الأول قبال ما يضربه، نبذه نبس كعب شديد. قال له قم يا مصفر أستك. دي معناها شنو؟ دي في القاموس معناها الرجل الضراط كده، بالعبارة دي ذاتها. دي نبذة كعبة قال لي قدام وهو في مجلسه في بني مخزوم وهو سيد من سادات قريش، نبذ أول حاجة. واثنين شايل القوس بتاعه طقبه في وشه لما الدم مشى، وقال له ردها علي إن استطعت. رد علي. فقام رجال من بني مخزوم دارين يضربوا حمزة، وقام رجال من بني هاشم دارين يدافعوا عنه. أبو جهل زول ذكي جدا، قال دعوا أبا عمارة خلوه، ما في ذل يسأله، فإني سببت ابن أخيه سبا شديدا. خلوه. ليه؟ لأنه لو قامت الفتنة بيناتهم واسترع بنو مخزوم مع بني هاشم حيسلم بني هاشم كلهم. وابو جهل داير ديرك أصو شغال بنظام الجفل الخلى ينقر على الوقفات، داير ديل يكونوا قاعدين. عشان كده يتحمل النبذ ويتحمل الجرح في وشه والإهانة قدام قومه، هو سيد قومه يتحمل كلها، مع انه ابو جهل يعني كان شجاعا وقومه ديل اكثر من بني هاشم، بني مخزوم اكثر من بني هاشم، وكانوا بيسمون ريحانة قريش، يعني ممكن يقاتلوهم، لكن بيشتغل بذكاء انه داير يحافظ على شنو؟ يحافظ على ديل. ولهذا حمى الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بانه ابو طالب ماله قاعد مع ديلك مشرك، ولو أسلم ما كان بيقدر يحميه تاني. أبو طالب ليس له منعة، ولم يكن صاحب مال ذاته، ما عنده قروش، كويس. فعشان كده دي من الاستنباطات الجميلة للمصنف رحمه الله تعالى.